الصيام إيه هو؟ المشهد لتدريب العبد على الحرية. بيخلي الإنسان يشوف كل حاجة من الله، بيشوف كل حاجة منه هو، ما يشوفش ما مني إليه. فيبقى إيماناً بمعنى إيه؟ عرفنا الصيام، صيام العشاء وصيام العباد. العباد صاموا عن الأكل والشرب والشهوة، والعشاء صاموا عن كل فعل حتى السكات اللي مش لله، صاموا عن شهود الأفعال من قبل النفس، إنما رأوا كل الأفعال منن قدسية من الله مفاضة على الحس. عشان كده العباد صاموا إيماناً بالفرض. إيماناً بإيه؟ فده يقول في الكتب، أروح أفتح الكتاب، ما معنى إيماناً؟ يقول إيماناً بأن صوم رمضان فريضة، هذا ما وقف عنده الكتاب. طب ولا رفعوا له الحجاب؟ قال صام إيماناً بالفضل. صام إيه؟ إيماناً بالفرض، مش بالفرض. فاللي صام بالفرض طول النهار بيقولوا نسب الطلاق زادت في رمضان، والمشاكل العائلية زايدة في رمضان. ليه؟ الناس مخنوقة، الصيام دين، ما تتكلميش، وانت ما تتكلمش، انا تعبان وهو تعبان، مش هنصايم، ما حدش قال لك الصيام، وربنا ما كانش قايل لنا نصوم عشان كده، ونمشي في الشارع لطايقين نفسنا، ولا واحد نادى عليك اسكت انا صايم، حدش كلمني خالص، وانا هغيب من الشغل لاني صايم. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ ده عشان هو شايفه ايه؟ فرض. فصايمه ايه؟ كلفة. صايم حاسس ان الصيام عناء، وبيجاهد نفسه عشان يا راجل انت لغاية دلوقتي 40 سنة بتصوم ولا 50 سنة بتصوم، ما تحررتش من اللقمة، ما تحررتش من السجارة اللي بتشربها، ما تحررتش من الكذب، لسه عوائد الخبث ما تحررتش منها، ما فيش ولا رمضان منهم وصلك يوم العيد لانك وصلت الى مقام التقوى، لسه ما فيش. عارف ليه؟ لانك شايف اللي منك لربنا، ما شفتش اللي منه ليك. طب والعشاء يصوموا ازاي؟ هلا العشاء لا مش كده، العشاء ما يصوموش كده، ده بيصوموا ايمانا بالفضل. ده صايم تشريف، ده شايف ان رمضان ده هديه، وان الصيام ده هديه. عشان كده يوم العيد يا اولاد لما بنطلع يوم العيد نقول ايه؟ نسمع الشيخ حمدي كده يوم العيد يقول الله أكبر الله أكبر الله ألا ألا لتكبروا الله على ما هداكم. يبقى احنا بنكبر في العيد ليه؟ على صيامنا. يعني ايه أكبر على الصيام؟ قال عشان والله لولا الله ما اهتدينا ولا كنا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. يعني العشاء يجوا يوم العيد يكبروا إيه؟ العباد يكبروا إنهم صاموا فيطلبون الأجر، والعشاء يكبروا إن الله من عليهم بالصيام فيعجزوا عن الشكر، فيرون أن الله أكبر من الصيام وأكبر من إن مثلي يصوم له من المغرب. ده لأنا لو قال لي صوم الظهر كله هصوم، ولكن لابد للصائم أن يفهم. إذا مسكت التسلسل الثلاث أحاديث أدركت حقيقة فقهية عن الحق، أن الله سبحانه وتعالى دعانا بالصيام والقيام إلى صيام رمضان كله 24 ساعة ليتعدل عندك مفهوم الصوم. إزاي؟ قال أنت امتنعت من الصبح لحد بالليل عن المباح، كويس؟ راح مغير لك طريقة التعبد، الصيام بطريقة تانية، الصيام في النهار عن الطعام وعن فضول الكلام، وبالليل قال صيام عن الأنام وعن المنام. شفت الصيام عامل ازاي؟ لما قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا برضو النتيجة غفر له. طب الفرق بين الصيام والقيام؟ قال انت لو فهمت تعرف ان انت مدعو ال24 ساعة للصيام، بس في النهار صوم عن فضول الكلام وعن الطعام، وبالليل الصوم عن المنام والأنام. لانك بالليل هتسيب اللي وراك واللي قدامك والبيت والغيط والست والولية والواد والبيت، ها، وتاخد بعضك وتايه لتروح لربنا، وتقف في روض المناجاة يا ساقي الروح
في روض المناجات أدر شراب مجالي حضرة الذات أدرها صرفا وريحنا بمشربها فالروح هامت إلى كشف الحقيقات.